السلام عليكم، معكم موجه الفريق الوطني المغربي ملقى مول السبع، كنعيش بلجيكا بروكسل وجاي نشجع الفريق الوطني المغربي. مشينا ما خلينا معهم حتى شي بلاد الفريق الوطني، وكنشكروا الركراكي على التشكيله الجديده، وكنشكروا اللعابه كاملين، كنشكروا اي واحد خدم في، كنشكروا الجامعه، كنشكروا الصحافه، كنشكروا اي واحد كيعاون الفريق الوطني المغربي. ان شاء الله تكون المقابله غدا ان شاء الله مربوحه، تكون مربوحه للمغاربه ان شاء الله بجوج لواحد، وكنتمنى من الجمهور يجي يحضر بكثره، ويكون واحد النظام مثل واحد الرساله للبلاد ديالنا. حنا مسافرين جينا لهنا باش نمثلوا الرايه المغربيه. السلام عليكم، انا من طنجه، جيت خصيصا باش نتفرج في مقابله ديال المنتخب الوطني المغربي التي تجمع بين باراغواي، وحنا المغرب عندنا في الدم فيما كنتبعه، ونتمنوا من الله شي لقاء يجوز بحال اللقاء ديال برشلونه، الاداء والنتيجه، ونتمنوا من الله خير الوليد الركراكي، وحنا معاك حتى الفينال، ونتمنوا من الله يشرفونا في قطر ان شاء الله. السلام عليكم، جيت من فرنسا من مدينه اونجي، جيت باش نشجع المنتخب المغرب نظرا للمقابله اللي قدم فيها في مدينه برشلونه، نتيجه واداء، وهذا هو اللي تنبغيو حنا الجمهور. عاد رجع للمدرب المغربي وليد الركراكي بان عطى واحد الدفعه، عطى واحد هو مغربي تيحس بهذاك الشيء، تيحسوا به حنا كجمهور، ولهذا تنتمناو ان شاء الله النتيجه تكون ايجابيه، وتتمناو من الجمهور ما يبقاش يدخل الملعب ويحترم الناشئ الوطني ديال الفريق الاخر، وان شاء الله غادي تكون واحد المقابله جيده، وغادي تكون بواحد 4-0، وغادي يسجل بوفال لا بدا حبيب الجماهير لا بدا ما تيسجل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دليمي رشيد معروف بالجلابه والعود، كنساند المنتخب الوطني اينما حل وارتحل. جيت من مدينه مالاغا باستيبونه بالضبط، جيت باش نساند الفريق الوطني، لان الفريق الوطني بصم على واحد الاداء اللي جيد بفضل المدرب الشاب ديال المنتخب الوطني وليد الركراكي، اللي ماشي بعيد باش كان كيلعب في المنتخب شي حوايج اللي ما قدرش يحققهم كما كنقولوا المرحوم وحيد، اللي 3 سنين ما بانش البصمه ديالو في مره، والمدرب المغربي اللي عنده غيره على البلاد وقريب من اللاعبين وكيعرف يتفاهم معاهم، اللي زرع فيهم واحد الروح قتاليه وبينوا على واحد المستوى عالي، وكنتمناهم يزيدوا يكملوا في هذا الطريق. راه ما كما حقرنا ذاك المدرب ديال كندا، غادي نبينوا ليه ان شاء الله تما وغنربحوه. السلام عليكم، الحمد لله جينا نساندوا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله. انا ساكن هنا في مدينه اشبيليا، وجينا ان شاء الله نشوفوا في المنتخب ديالنا ان شاء الله، ونطلبوا لله شي مسيره جيده ان شاء الله في ذاك اللاعب اللي يلعبوا ان شاء الله، نتمناو يزيد يتعلق في اللعب ديالو ان شاء الله، ونتمناو ان شاء الله مع المدرب ان شاء الله يزيد الله يزيدو في المسار ديالو، وفي التعامل مع اللعابه ان شاء الله. الحمد لله اللي حمروا لنا وجهنا ان شاء الله الثلاث الجمعه اللي دازات، ونطلبوا الله التيسير، والله يوفقهم يا ربي امين، والله يجعلهم ان شاء الله يتاهلوا المونديال ان شاء الله النهايه ديال كاس العالم. وشكرا. جاي من سيبونا باش نتفرج في سيفيا، باش نتفرج في المنتخب الوطني، كنتمنى لهم النجاح، وكنتمنى لهم التوفيق، وكنتمنى يربحوا ب 4-0.